أهلا بكم مرة تانية. إحنا في انتظار موسم الحج القادم، كل عام وأنتم بخير. ومن هنا بتبتدي الاستعدادات لهذا الموسم، وخاصة لحجيج بيت الله. يا ترى إيه هي أهم الاستعدادات اللي لازم يتخذها الحاج أو الحاجة، خاصة فيما يختص بعملية الوقاية من الأمراض؟ هذه الفقرة احنا مخصصينها لهذا الأمر، وهتكون مع ضيفنا الكريم دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، اللي هيطلعنا على أهم الإرشادات والنصائح الطبية للوقاية من الأمراض أثناء الحج. صباح الخير يا دكتور مجدي. صباح الخيرات دكتور مجدي. إيه هو الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في حقيبة الحاج أثناء توجهه في رحلته لأداء فريضة الحج، وتكون ما فيش غنى عنها، لازم تكون موجودة وأساسية؟ طبعا مش هتكلم في الملابس والحاجات دي، ولكن هتكلم في الجزء الصحي. الجزء الصحي هيبدأ بكتابة اسم الشخص ووسائل الاتصال به والأمراض اللي عنده، مهم جدا. ومش هننكر أغلب الحجاج بيبقوا كبار في العمر، الناس الكبيرة في العمر يعني تقريبا بيبقى عندهم الضغط ده تقريبا يقول حوالي 26% من المواطنين و 50% من سكان العاصمة، السكر قول 14%، الحسيات 40%، ففي أمراض كثيرة جدا موجودة. يبقى لازم أنا أعرف، أنا مثلا هنسافر، فرضنا المريض ده واحد جاله أي مشكلة هو في الحج، في الطيارة، في المطار، فلازم يبقى بتسهل على اللي جنبك، زميلك أو سهل على الطبيب إن هو يعرف أنت عندك إيه، عشان ما يقعدش نعمل ملخبطة. واحد. اتنين، إن أنا برضه يفضل حاجة اسمها بادج الحياة. بادج الحياة ده مهم جدا، إن إحنا نكتب اسمنا وكل المعلومات بتاعتنا والأدوية اللي بناخدها مكتوبة، ونحطها في ورقة ونغلفها حاجة بلاستيك رقاب للابتلال ولا حاجة، ونعمل كذا واحدة منها في الشنطة وعلى رقبتي وعدة قطع منها. لو الموبايل بيسمح بكتابة بيانات زي دي يعملها، في بعض موبايلات مزودة بأبليكيشن زي كده. ممكن. اتنين، تلاتة، ان انا لازم اخد كمية كبيرة من الادوية تكفي الايام بتاعتي، احسب، لان في برضو غلطه تانية، الناس لما بتسافر بتنسى ميعاد الدواء، او الدواء بيخلص، او الدواء مش موجود. بعد كده بقى الحاجات الشخصيه الخاصه بالجلد، يبقى المقصات و حاجات العنايه الشخصيه، حاجات الشخصيه والفرشه بتاعتك والمشط بتاعك والسجاده بتاعتك اللي هتصلي عليها. ده مهم قوي، برضو ممكن اصلي على سجاده تانية او اصلي، لا يبقى بتاعتك انت، حاجاتك دي الخاصه. كمان بقى الماسكات مهمه قوي. الماسكات هي الماسك، ناخد كميه كبيره، ان شاء الله 200 300 مش مشكله. ليه؟ لان في غلطه كبيره جدا، في احنا لازم نعرف برضو نفهم ان احنا بنخاف صحيا على الحجاج. ليه؟ نمره واحد، ان في حاجه اسمها ضربات الشمس ممكن تيجي في الفتره دي. يبقى ضربات الشمس هي 28% من الوفيات حسب الاحصائيات بتبقى نتيجه ضربات الشمس. يبقى الحل الشمسيه بتاعتي والنضاره بتاعتي الكبيره واي حاجه تغطي الراس على قدر الامكان، وممكن اخد شمستين عشان ما اضيعش وتكون فاتحه اللون. اتنين، ان انا بعد كده اهم الاعراض اللي بتيجي في فتره الحج الاسهالات. باخد اي مطهر معايا واحتاط واعرف لازم اكل ادوات شخصيه بتاعتي وفي الاكل، وما اكلش اي حاجه غير معلومه المصدر ولا مكشوفه، وما اشتريش حاجه تكون معبأه او منتفخه او التاريخ انتهى مش باين. الحاجات دي مهمه قوي، وما اكلش اي حاجه مش محتاط منها. ثلاثه، ان انا برضو بعد كده الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي هو السبب الثاني للوفيات، ربنا يحفظ الجميع، في الوفيات في فتره الحج. بعد كده 57% من دخول المستشفيات بيبقى بسبب التهاب رئوي. وكل ما العمر زاد، ممكن توصل 60 سنه مثلا 80%، كل ما العمر زاد نسب بتزيد. يبقى خلي بالي مش بس بقى الماسكات، لازم برضو اعرف ان انا اثقف الناس شويه على اتيكيت العطس واتيكيت السعال، وان انا هيبقى في مكان مزدحم. مكان مزدحم الاحصائيات، انا لسه متابع الفجر الاحصائيات بالاقمار الصناعيه، وازاي بيبقى المتر فيه، المتر المربع هيبدا الخطر على الحجاج، أم يبقى المتر مربع فيه أربعة بس، ممكن تبقى سبعة أو أكتر. بعد كده بيحصل حاجة اسمها برضو الازدحام. ده الازدحام بيعمل لي سوء تهوية، يبقى سوء التهوية والناس كلها جنب بعضها، ده هيخليني أخذ ميكروبات كثيرة جدا من اللي حواليا، وممكن يبقى عندهم إنفلونزا، عندهم برد، عندهم ميكروبات فيروسات البرد، عندهم أي أشياء أخرى. يبقى أحتاط التهابات الرئوية، يبقى أحتاط من الازدحام، أقلل من فترة التواجد في أماكن مزدحمة على قدر الإمكان. وإذا في طريق شايف إن في زحمة أأخر شوية، أرجع شوية، أروح على الأجناب، ما تدخلش في الزحمة قوي. بعد كده في حاجة اسمها برضو
للاسف في احيانا بيبقى بتموت وفيات في بعض السنوات من حاجه اسمها الفرار الجماعي. الفرار الجماعي يعني ايه؟ يقول لك في حريقه، اجري بسرعه، الناس جايين، البلد التدافع وما التدافع شابه. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين، بيعمل سوء التهويه وده مشاكل تنفسيه، والاختناق والحشر. والحشر ممكن يكون من اللي حواليا يقعدوا يطبقوني، فدول اللي حواليا بقى مش بس حبه 8 ممكن يبقى 10 في المتر الواحد، دول ممكن يكسروا الضلوع. والحشر الثاني اللي هو الرأسي، الرأسي الناس تقع، وممكن الناس تقع يبقى فوق بعض ممكن توصل مترين واكثر. يبقى الحشر ده اللي خصوصا الرأسي الناس بتدوس على بعض الناس، فده هيكسر الضلوع وهيعمل مشاكل في الصدر وهيعمل اختناق وهيبقى فيه مشاكل. يبقى عرفنا الحاجات دي كلها وبعدنا عنها، مع بقى ان احنا كمان ايه لازم برضو ان انا الامراض المزمنه، كل واحد عنده مرض مزمن يبقى هيعرف يعمل ايه وياكل ايه وهو عنده ضغط، بس ما يروحش بياكل حاجات من اللحمه، هو عنده حساسيه وممنوع من اللحمه، يقول لك بس ادوني لحمه، انت عندك حساسيه تاكل لحمه ليه؟ عنده حساسيه للخبز ما تاكلش خبز. يبقى التزم برضو بالاحتياطات دي كلها واخد البدايل دي في الشنطه بتاعتي. بعد كده برضو التطعيمات طبعا الناس عارفاها كلها، بس لازم نراجع برضو التطعيمات للي مصر واللي بيسمعونا خارج مصر دلوقتي. اللي هيطلع من مصر يبقى لازم يكون معاه الانفلونزا، تطعيم الانفلونزا والتهاب السحائق. والاطفال الصغار لو هيطلعوا من 6 شهور ل 9 سنوات هياخدوا التطعيم ده، وبياخدوا جرعتين من الانفلونزا. يعني تطعيم الانفلونزا وتطعيم التهاب السحائق ده اللي هم اللي خارجين من مصر. السعوديه السنه دي عامله شروط ان في بعض الدول، يبقى في افريقيا عندك نيجيريا وعندك اثيوبيا وعندك الصومال وجنوب السودان، دول مع بورما ومع سوريا واليمن ومع باكستان وافغانستان، اللي هيجي من المناطق دي سواء نفس الجنسيه او جنسيه ثانيه، اللي هيجي من الاماكن دي اماكن الدخول للسعوديه هياخد عند الدخول مهما كان عمره مهما كان الطعم اللي كده هياخد تطعيم شل الاطفال في بقه. ما يتكسفش. واحد. اثنين، لازم قبل ما يجي بظرف سنه ومن اقل من شهر تقريبا ان هو ياخد تطعيم شل الاطفال ابره او نقط، عشان المناطق دي لسه التطعيمات فيها مشاكل، وانت عارفه الربيع العربي والحروب الموجوده في اليمن وسوريا، فطبعا مفيش تطعيم هناك، فاحنا بنخاف على المكان ده عشان برضو الازدحام اللي بيحصل فيه الحج ممكن يعمل نوع من الاستيراد وتصدير واستيطان الميكروبات في المنطقه. طيب حضرتك امتى تنصح الحج انه بسرعه يتوجه لاقرب مركز طبي؟ اما تلاقي هو طبعا احنا خفنا اول حاجه من ضربه الشمس، اثنين قلنا التهاب الرئوي، ثلاثه الامراض بتاعتك بقى الضغط والسكر والحساسيات. يبقى اما تلاقي في اي واللي حواليه بقى الناس اللي حواليه كمان لقيناه في عدم التركيز، عدم الاعياء، اغمى عليه، يبقى لازم هنتصل. بس انا قبل ما اوصل ان انا اغمى عليا لازم انا اخلي بالي، اذا انا حاسس ان عندي عياء، عدم تركيز، دوخه، ابتدي افكر اقول ودوني لاقرب مركز صحي. الناس اللي عندها حساسيات ساعات تجي له ازمات، اتربه موجوده هناك، الارتفاع في درجه الحراره والرطوبه ممكن تجيني ازمه، يبقى لازم انا على طول مفروض انا حتى شاور اللي معايا افتح الشنطه جديد البخاخه على طول ممكن انا انقذه. مش عارف يتصرف يبقى لازم انا ما الاقي فيه كحه، سعال، ضيق نفس، صدره بيزيق، واحد مش قادر يتنفس مش قادر يتكلم، على طول اتجه بيه لاقرب سياره اسعاف او مستشفى. ايه الفرق ما بين اعراض ضربه الشمس والجهاد الحراري؟ طبعا الجهاد الحراري اقل، الجهاد الحراري يبقى عرقان، ضربه الشمس ما بيعرقش، العرق خلاص، درجه الحراره اعلى في ضربات الشمس، الجهاد الحراري ممكن اكلمه، لسه واعي. لسه، لكن الثاني لا، فقد الوعي، مفيش عرق، وقبلها ما يبقاش فيش تركيز ومضايق ودرواخ. سهل جدا الاثنين، ان انا على طول اروح نقله في مكان ظليل، احط له شمسيه جان وارش عليه ميه، اي ارش عليه ميه غطيه بملايات فيها ميه على قدر الامكان، الجهاد الحراري ممكن بسرعه انقذه وادي له اي سوائل، ادي له عصائر فاكهه، الثاني لا لازم مستشفى. فيروس الانفلونزا من اكثر الفيروسات اللي منتشره في فتره الحج، ازاي من قبل فتره الحج دلوقتي وفكره قبل ما اخش في الزحام وصعوبته ان انا اعلي مناعه جسمي بحيث انه يقدر يتعامل مع برافو عليك. واحنا هو الجديد بقى ان احنا هناخد احتياطاتنا كل حاجه، بس برضه المناعه ليه دور مهم جدا. طبعا يبقى نمره واحد لازم النوم يفرق معاه قوي في المناعه، والجهاز المناعي ينشط ليلا. اثنين، ان في بعض الاعشاب الطبيعيه بتفيد فعلا، يبقى الاعشاب الطبيعيه كلها التليو البردوش ورق الجوافه والحاجات دي، اي اعشاب طبيعيه تقدر تاخدها كل يوم هنا او هناك دور عليها. فيتامين سي لازم كل يوم، انا ما اقدرش اكون فيتامين سي داخل جسدي وما اقدرش اخزنه، يبقى انا والحاج دخن قدامي كل سجاره هتحتاج لي 25 مللي جرام فيتامين سي، وانا عايز كل يوم حوالي 60، يبقى لو حد دخن قدامي سجارتين انا ضعت. يبقى ما فيش فيتامين سي اقل عندي هيقلل مناعتي، هيقلل مضادات الاكسده. فيتامين سي اهم حاجه اسمها الكولاجين، اللي الست بتتجوز واحد بيدخن
تبص عليها تعرفي وهي قاعده، تلاقي حوالين انفها وفمها في كده تشعب الكولاجين. الكولاجين مش بس في الجلد، ده الكولاجين جوه، ده الكولاجين في الرئه، ده الكولاجين جوه في انسجتي. الكولاجين بيخلي الخليه تلزق في الخليه ويخلي النسيج متماسك يبقى قوي. يبقى مفيش فيتامين سي كولاجين هيتبهوى او هيبقى ضعيف، هتبقى النسيج ضعيف. يبقى دي واحد، يعني هو الكولاجين واحد من نواتج وجود فيتامين سي في الجسم. فيتامين سي هام جدا لتركيبه. تكوين دي جديده ما الناس مش عارفاها. انا ما كنتش عارف ان هم داخلين في تركيب بعض، فاكر كل واحد عنصر منفصل. فيتامين سي مهم جدا لتكوين الكولاجين. يبقى مضاد اكسده والكولاجين وكمان المناعه بشكل عام. يبقى انا عايز فيتامين سي، يبقى انا مفيش روح دور بسرعه هات لي برتقان، هات لي كيوي، هات لي جوافه هناك، هات لي. طيب في ناس بتاخد فيتامين سي الفوار كنوع من انواع المكملات. ده انا لو في الاسكا او في في في, في, في اخر الدنيا هطلع القمر. ليه؟ لان فيتامين سي انا باخده بصوره مستحضرات يبقى معلش وبيكتروا منه بيزود لي من الاوكسالات ويعمل لي مشاكل في الكلى. يبقى املاح وهكذا. والاوكسالات مش بس في الكلى، ممكن تترسب في المخ وفي العضلات وفي الجلد. فالصوره وفي الطبيعيه القلب هي الافضل. طيب أفضل. معلش انا مش عايزه برضو استدرك قوي في الحاجات دي، بس الكولاجين في ناس برضو بتاخد الكولاجين في صوره حبوب. ما فيش معنى. لا بس احنا هل هو يعني بنفس، انا بكلم هل هو في نفس النتيجه؟ لا انا طبعا انا ميال اكتر للبيئه الطبيعيه. البيئة يبقى الطبيعية. انا اخذت الميه واخذت الفيتامين سي واخذت الحاجات اللي فيها نحاس زي المكسرات والبقول واللحوم هيبقى عندي كولاجين. تعالي بقى نرجع تاني نرفع مناعتنا ازاي برضو لسه عشان الحجاج. برضو الحجاج لازم يعرفوا ان الميه مهمه جدا جدا. انتوا اتكلمتوا الصبح عن الميه، والميه طبعا تابعوني بس مجد بدن الميه، شوفوا انا بتكلم ازاي في الميه. الميه هامه جدا لكل حاجه في جسم، هامه للمناعه. انا بكتب كده الماء هام للمناعه. مش كل حاجه في الجسم عايزه سوائل، السوائل عايزه والدم عايز ميه. يبقى الميه ترفع المناعه. قله الميه تقل مناعه. قله الميه في الحج مع الرطوبه مع ارتفاع درجه الحراره هتدخلني في جفاف. الجفاف هيطلع لي هيستامين، الهيستامين هيخليني اهرش واعطس ومناخيري تسد وصدري يضيق وانا مش جريان ليه وجلدي يبقى عندي ارتكاريا بس من كلمه الجفاف وقله الماء. يبقى لازم اشرب ميه، ولازم طول ما انا ماشي هناك يبقى الميه في ايدي. ادي واحد، ما اخليش نفسي اوصل لعطش. اما انت عطشت معناها انت فقدت 4 كوبايات، يعني فقدت لتر، فقدت كيلو، انت عطشان يبقى انت غلطان. ما توصلش للعطش، اعطش ده لو عطشت خاصة بالليل برضو لازم تشرب مية، لأن وانت نايم بالليل في مرحلة النوم العميق فيها عرق غزير 4-5 مرات في الليلة بنعرق وبنخس واحنا مش دريانين بالليل. يبقى نشرب مية كتير. والناس اللي خايفة من الوزن والكلام ده خلي بالكم كل كوباية هتشربها هتنزل لك من 8 ل 12 سعر حراري حوالي مول 12 جرام. يبقى كويس جدا اشرب مية ما تخافوش. في الشتاء بنشرب 8، في الصيف ممكن اشرب 12 و20. لو انا واقف، انا كنت مرة موقف بجو حار شربت 3 لتر حوالي ساعتين. يبقى اشربوا ميه طالما انتوا بتعرقوا. العرق مهم جدا، بس خلي بالك الميه مش كفايه لتعويض العرق، ممكن يجي لي جفاف في الحج وانا مش دريان، ودي برضو موجوده. يبقى لازم اخد كمان فاكهه، الفاكهه تزيد الميه اللي فقدتها والاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي انا بفقدها برضو في العرق وانا ما اعرفهاش. والسكر بصوره طبيعيه. طيب في ناس بتتساءل على عمليه التطهير، انا دلوقتي بغسل ايديا بتوضى طبعا في الفروض الخمسه، هل ده كفايه لعمليه التطهير في ظل الزحام والتواجد في بيئه فيها بشر كتير وكده؟ انا قلت لحضرتك ان الاسهال اكثر الاعراض انتشارا. نعم. هناك. ليه؟ لان انا ما بغسلش ايدي، لان باخد اكل من واحد الدهوني ومسكه بايده، لان الدهوني كان مكشوف في تراب في دبان فيه وفيه وفيه وفي درجه الحراره هتزود الميكروبات. يبقى لازم مش هاخد حاجه تكون مغلفه او انا اغسلها بنفسي واغسل ايدي. مش عايز اغسل ايدي، خد معاك مطهرات، خد معاك كحول، كحول طبي، وكل شويه طهر ايدك، خد على قدر الامكان وتعلم ان انت يبقى برضو ازاي تطهر ايدك بشكل صحي. وانا ميال اكتر للكحول الطبي بشكل عام. لو مفيش ميه بطهر ايدي وابتدي اكل وهكذا. الكحول الطبي، الكحول ده المخفف اسرع سريع وبيطهر كويس. لكن مواد التطهير الثانيه اللي هي بجلات ومناديل، الناس عندها حساسيات لها، عايز تركيزات وغاليه ومش عمليه وهكذا. طيب فدرجات الحراره بترتفع بشكل كبير جدا، احنا في اغسطس موسم الحج طبعا في السعوديه، يعني درجه حراره اعلى من الطبيعي ورطوبه. في طريقه معينه للتعامل مع درجه الحراره؟ هو طبعا هو من دلوقتي وكل بيشاوريه دلوقتي في حاجه اسمها التعايش مع درجات الحراره والتاقلم مع درجات التكيف. الحراره التكيف. هينزل لي خبر النهارده ان شاء الله في الوكالات النهارده ان احنا ازاي نستفيد من كلمه عرق وازاي نستفيد من كلمه حراره. طلع ان التعرض لدرجات الحراره العاليه زي احنا في الصيف والتعرض لدرجات الحراره المنخفضه زي في الشتاء ده بينشط عندنا حاجه اسمها الميتوكوندريا. والميتوكوندريا هي محطات توليد الطاقه. انا بتعب ليه والتاني ما تعبش؟ اصله عنده تاقلم، اصله واقف في الشارع قبل كده كتير. يبقى لازم برضو
بشكل عام نعمل مجهود شوية في بيوتنا وفي أعمالنا وفي حياتنا في مناطق حارة في أجواء حارة بلا تكييف. الجسم ياخد على المجهود. أيوة زي الجنود زي اللي بيعني في الشوارع. لكن أنا مترفع وطول عمري قاعد على التكييف هتعب قوي. يبقى التأقلم بيخلي بيخلي الغدد العرقية عند جسمي تعرف تعرق كويس وبمجهود أقل. بيخلي العرق يعمل نوع من التكييف على كل جلدي ويفرش. بيخلي كمية الصوديوم تقل المفقودة. بيخلي بعد كده كمان بيبقى عندي القدرة إن أنا ما تعبش مع درجات الحرارة العالية. عملت التأقلم ده يبقى لازم برضو مقولش بقى استخبى. امشي برضو شوية ربع ساعة على حسب قدر الإمكان. ربع ساعة نص ساعة في الشمس. شوف هيحصل لك ايه عشان يبقى عندك استعداد. واحد. بعد كده كمان المية هنبقى في ايدينا. قلنا بعد كده التهوية. التهوية مهمة جدا. وما خدش حاجات بقى تزود لي العرق وزود لي. ما خدش بقى طرش ومخلل وحاجات ملح كتير والكلام ده. برضو ده مش مستحب. الأكل ده مش مناسب لما الفترة دي خالص. الفترة دي هيتعبني. برضو يفضل كمان أبعد على الحاجات الدسمة وخد الحاجات المسلوقة المشوية. هتريحني كتير جدا فترة اللي هو يعني الصيف. التعامل مع الخضار والفاكهة والأكل المسلوق والمشوي ده مهم جدا. مهم جدا. بص حضرتك أنا دايما بقول الخمس ألوان دور عليهم حتى وأنت في الحج. خمس ألوان. خمس ألوان خدتهم هتاخد من 25 ل 30 ألف فايدة ترفع مناعتك. دول الخمس ألوان اللي بنتكلم عليهم في السلطة دايما. يعني شوف بقى 25 ل 30 ألف فايدة. دي مهمة جدا. بس لازم تكون طازة وتكون متنوعة على مدار اليوم. أنا بشكر حضرتك يا دكتور مجدي جدا. دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة. شرفتنا النهاردة في صباح. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا خلونا ننتقل لوقفتنا الاقتصادية في هذا الصباح مع الزميلة آلاء حامد. إليك آلاء.